السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع التعقيم sterilization بأنواعه المختلفة. إعداد دكتورة عبير محمد حلمي. لو هنيجي نعرف التعقيم أو هنقول هو إيه، التعقيم هو عبارة عن التخلص تماما من جميع صور الحياة، سواء كانت خلايا خضرية نشطة أو سواء ساكنة زي الجراثيم اللي هي السبورز، وده عن طريق القتل أو الإزالة. زي ما عندكم في الصورة هنا، الفيجيتاتيف سيلز دي اللي هي الخلايا الخضرية دي اللي بتبقى نشطة. في حالة حدوث ظروف بيئية غير ملائمة للميكروبات، في بعضها بيبقى قادر على إنتاج الجراثيم، تبدأ تدخل في طور التجرثم وتكون لي الجراثيم اللي بتفضل محتفظة بخصائصها ولكن مش في صورتها النشطة، لحين توافر الظروف الملائمة وتبدأ تنمو وتنشط مرة أخرى لتعطي خلايا خضرية مرة أخرى نشطة بتحدث الإصابة مرة أخرى. ليه بنعمل عملية التعقيم أو إيه أهمية التعقيم؟ التعقيم مهم، مهم ليه؟ لأنه بالنسبة مهم في العديد من المجالات. عندنا مثلا في مجال الميكروبيولوجي مهم في إيه؟ مهم إن أنا بعقم الأدوات اللي أنا بستخدمها والبيئات اللي أنا بستخدمها في تنمية وعزل الميكروبات، بعقم المعامل اللي أنا بستخدمها. في مجال الطب هنلاقي ان هو مهم برضو. ليه؟ لان انا بعقم غرف العمليات الجراحية، بعقم الادوات الطبية اللي انا بستخدمها، بعقم الغرف الخاصة بالمرضى بعد خروجهم. كل دي اشياء مهمة في او تهمنا ان احنا لازم نعمل لها تعقيم. في حفظ الأغذية برضو مهم. ليه؟ لان هو بضمن عملية خلو الأغذية تمام من الميكروبات اللي بتسبب فسادها والإضرار بيها. طيب بصفة عامة هنقول إزاي بيحدث قتل للميكروبات. أول حاجة إما عن طريق إن بيحصل denaturation للبروتينز اللي هي تخثر للبروتين، أو إن بيحصل تداخل مع عملية تخليق البروتينات داخل الخلية، او عن طريق ان بيحصل برضو تداخل في تخليق الدي ان ايه، او تداخل في تكوين القواعد، او بيحصل حاجة عندنا اسمها الاكسيديتيف دامج، ودي بيتكون فيها بعض الشقوق الحرة داخل الخلية زي الاكسجين زي ال H2O2 او مواد اخرى بتتكون. ديت بتكون ليها القدرة على ان هي تتفاعل مع مواد اخرى داخل الخلية، سواء كانت انزيمات، بروتينات، دي ان ايه، ار ان ايه، وتسبب تلفها، او ان هي بتؤثر على الغشاء الخلوي وتعمل ليه تلف disruption. طيب طرق التعقيم المختلفة تنقسم الى قسمين، physical methods طرق فيزيائية، وطرق كيميائية اللي هي chemical methods. طيب ده صورة بتوضح بصفة عامة كده ال sterilization عبارة عن ايه او بينقسم الى ايه. زي ما قلنا بينقسم الى طرق فيزيائية وينقسم الى طرق كيميائية. الطرق الفيزيائية تحتها ثلاث طرق اخرى، اللي هي اول حاجة عندنا الحرارة، ودي بتنقسم الى حاجتين dry heat و steam heat او moist heat اللي هي الحرارة الجافة والحرارة الرطبة. الراديشن تنقسم برضو إلى حاجتين non ionizing و ionizing، يعني غير متأينة ومتأينة. وعندنا الفلتريشن اللي هو الترشيح، دي كلها تحت الفيزيكال طرق التعقيم الفيزيائية. الكيميكال في تحتها حاجتين أساسيين اللي هو التعقيم بالسوائل liquids أو التعقيم بالجازز بالغازات. الصورة هنا دي بتوضح لي او انا عايزة اقول لكم منها ان ايه اكثر الصور بتبقى مقاومة للقتل او للتعقيم. اول حاجة طبعا فوق كده
هنتكلم في اللي يخصنا سريعا يعني، مش عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة طبعا السبورز بتاعة البكتيريا او الميكروبات اللي بتبقى قادرة على تكوين الجراثيم دي بتبقى اشد او اكثر الحاجات الميكروبية مقاومة لارتفاع للقتل او للتعقيم. يجي بعدها سلالة اسمها سلالة المايكوبكتيريا، ونيت دي سلالة بتتميز بتركيب معين كده مختلف عن بقية أنواع البكتيريا، مفيش داعي إن احنا نخوض فيه، بس تعتبر مقاومة برضو اللي هي القتل. واحنا نازلين كده هنلاقي إن أقل حاجة خالص الفيروسات، لأن هي ما بتعيش داخل الخلايا بخلاف البكتيريا وبخلاف الفطريات، لأنه عبارة عن بيبقى بس الفيروس عبارة عن غلاف بروتيني ولكن بينمو ويتكاثر داخل الكائن الحي. طيب في سؤال هنا مهم بيقول ليه الحرارة الجافة بنعتبر إن هي أقل كفاءة في التعقيم من الحرارة الرطبة؟ وده بسبب سببين أساسيين. أولا لأن الرطوبة بتساعد على سرعة انتقال الحرارة اللي داخل الخلية الميكروبية، وبالتالي سرعة تأثيرها على البروتوبلازم والمحتويات الخلوية. تاني حاجة إن الحرارة الكامنة في حجم معين من بخار المية بتكون أكبر بكتير من الحرارة الكامنة في نفس الحجم من الهواء عند نفس درجة الحرارة، وده بيخلي إن درجات إن الأدوات اللي موجودة تحت في بخار درجات الحرارة بتاعتها بترتفع أسرع من درجات الحرارة لو أنا حطاها الأدوات دي هي في درجة في هواء ساخن فقط بدون بخار. طيب نيجي ليه أول حاجة هنتكلم عنها التعقيم بالحرارة الجافة dry heat. dry heat بينقسم إلى قسمين، التعقيم في اللهب المباشر flame sterilization، أو التعقيم بالهواء الساخن hot اللي هو hot air sterilization. بالنسبة للهب المباشر ده طبعا بيستخدم لتعقيم أدوات معينة زي ما انتم شايفين هنا. اللهب عندي في الموقد لما بنيجي نولع اللهب بيتوقف القوة بتاعته ديت على المادة اللي أنا بشتغل بيها المشتعلة، وبتتوقف على بتتوقف على يعني ممكن في ناس تستخدم السبيرت في الاشتعال، ده قوته غير قوة لهب بنزين اللي بيبقى متوصل بالغاز. فلهب بنزين قدامكم اهو، او اللهب عندي المفروض يبقى شكله كده، بيتكون من جزئين، الجزء الداخلي اللي هو لونه ازرق تمام، والجزء الخارجي اللي بره ده بيبقى لونه برتقالي شوية. احنا طبعا لما بنعقم اللي هي الادوات المعدنية زي ابر التلقيح، بنعقم الفورسبس اللي هي الملاقط دي، بنعقمها في المنطقة اللي هي قريبة من اللهب الأزرق أو فوق اللهب الأزرق. بنعقمها لإيه؟ بنعقمها زي ما عندكم في الصورة هنا لدرجة الإحمرار، مش بحطها كده وأشيلها، لأ لازم أشوف إن هي إحمرت. طيب حاجة سميكة شوية زي المضائط مش هستنى لما تحمر، بنحطها في إيثانول، بنبقى محضرين إيثانول 70% بجوار اللهب، وبنحط فيها الملقط الأول، وبعد كده بنروح معرضينها للهب، فبيحدث لها اشتعال وبنتركها شوية في اللهب، ودي بتكون تعقيم طريقة تعقيم الملاقط. طيب بنعقم ايه تاني؟ بنعقم فوهات المزارع اللي احنا المزارع البكتيرية او الميكروبية اللي احنا بنستخدمها عشان لكي لا يحدث لها تلوث. بنعقم البيئات الغذائية فوهاتها برضو بجوار اللهب زي ما انتم شايفين كده قبل استخدامها او قبل التلقيح تمام. دي الاشياء اللي احنا ممكن نعقمها باللهب المباشر. طيب نيجي للتعقيم الثاني اللي هو التعقيم بالهواء الساخن اللي هو الهوت اير ستيرلايزيشن، وده بنستخدم في الفرن للتعقيم. طيب بنعقم ايه الادوات اللي انا ممكن اعقمها في الفرن؟ زي ما انتم شايفين بنعقم اي زجاجيات ممكن اقدر اعقمها اللي هي الاطباق البتري، المصات،
زجاجيات وممكن ألفها بورق ألمونيوم. تمام. طيب الأطباق والمصات دي بيبقى ليها حاويات زي اللي فوق كده كونتينرز، بنحط فيها الأطباق ونحط فيها المصات، لأن مينفعش نحطهم كده، بيتحطوا في حاويات خاصة بيهم للتعقيم، بتكون الحاويات ديت معدنية زي اللي قدامكم في الصورة ديت. طيب درجات الحرارة بتختلف، في دلوقتي لو عقم أدوات زجاجية فقط غير مغطاة، ما مش معاها كاوتشوك، كاوتشوك اللي هو مادة كده زي الربر أو المطاط، برضو ساعات بنستخدمها في غلق الفلاسكات أو الأنابيب، أو بتستخدم يعني، أو القطن، فبتكون درجة الحرارة 180 لمدة نص ساعة. أو إن أنا بستخدم أدوات زجاجية برضو وكاوتشوك مغطاة بالكاوتشوك والقطن مدة 160 لمدة سوري ساعة على درجة حرارة 160، أو بستخدم أدوات زجاجية برضو مغطاة بالكاوتشوك أو القطن، درجة الحرارة عندي هتبقى 140 لمدة 3 ساعات. ملاحظين إن كل ما درجة الحرارة انخفضت بتزيد مدة التعقيم. طيب في احتياطات بستخدمها عند استخدام الفرن، في احتياطات او التعقيم بالهواء الساخن. ايه هي الاحتياطات ديت؟ اول حاجه ما ينفعش ان انا اخد الادوات بتاعتي واحطها تبقى ويت يعني مبلوله في واروح احطها وهي غير جافه في الفرن، لابد انها تكون جافه تماما لان ده هيخليها تتكسر. تاني حاجه ان انا الادوات المراد تعقيمها في الفرن بحطها الاول قبل التشغيل، ما ينفعش اشغل واحط الادوات في الفرن بعد التشغيل. تاني حاجة ازاي بحسب زمن التعقيم؟ بحسب زمن التعقيم بدء من وصول درجة الحرارة المطلوبة، يعني انا هحسب على درجة 180 يبقى ابدأ احسب الساعة مثلا او نص ساعة اللي انا هحسبها على حسب طريقة التعقيم اللي أنا هستخدمها، أبدأ أحسب درجة الحرارة من بدء وصول، قصدي الزمن من بدء وصول درجة الحرارة المطلوبة المراد التعقيم عندها. طيب دلوقتي بعد الفرن، بعد عملية التعقيم ما تنتهي، هل ينفع مباشرة إن أنا أفتح الفرن وأطلع منه الأدوات وهي سخنة؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ده هيؤدي إلى ممكن الأدوات تتكسر نتيجة الاختلاف درجات الحرارة ما بين داخل الفرن وخارج الفرن. بالإضافة كمان إلى إن الانكماش اللي هيحصل في الهواء نتيجة برضو لاختلاف درجات الحرارة واختلاف الضغط خارج الفرن وداخل الفرن، فيؤدي إلى تلوثها وخلخلة في الهواء، فيعمل تلوث المواد اللي أنا عقمتها. فلابد إن أنا أنتظر تماما انخفاض درجة الحرارة وبعدين افتح الفرن واخد الادوات الخاصه بيا المراد استخدامها. طيب الطريقه دي بتنفع لكل المواد ان انا اعقمها؟ لا ما تنفعش في مواد معينه اللي هي المواد الرطبه. المواد الرطبه اللي هي لو انا هحضر بيئات غذائيه ما ينفعش اعقمها في الفرن. ليه؟ لان اولا ما فيش رطوبه داخل الفرن، تعقيم هنا بيكون تعقيم جاف ويحصل تجفيف وتبخير للمواد الغذائيه. طيب هنا التعقيم، تاني طريقة من طرق التعقيم اللي هي برضو بس تحت الحرارة، اللي هي التعقيم بالحرارة الرطبة اللي هي المويست هيت، وده بيكون في منه 3 طرق. في الحرارة الرطبة تحت 100 below 100، وفي الحرارة الرطبة عند 100 اللي هي الغليان، وفي درجات عند درجة حرارة رطبة أعلى من 100، ودي طبعا اللي هي بتبقى تحت ضغط، هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. طيب أول حاجة نتكلم على التعقيم بالحرارة اللي هي أقل من 100، وديت بعقم فيها المواد اللي هي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة زي المواد البروتينية اللي أو سيرم الدم، ودي بيتم وضعها في حمام مائي و بتعقم عند درجة حرارة 57 لمدة ساعة يوميا، ممكن لعدة أيام متتالية، ممكن 8 أيام متتالية،
وده عشان انا بحافظ عليها من ان يحصل لها تغيير في خصائصها، تمام، لانها بتتأثر بارتفاع درجات الحرارة. طيب، في التعقيم التاني اللي هو تعقيم بالبخار تحت الضغط الجوي العادي، اللي هو او نقدر نقول الغليان، او عند درجة حرارة 100 درجة مئوية. وده التعقيم ده بنطلق عليه، طبعا عايزة اقول لكم اي مصطلحات انجليزي موجودة دي انتم مطالبين بيها ولازم تعرفوها. intermittent sterilization اللي هو التعقيم بالبخار المنساب او المتقطع، ده بنستخدم فيه جهاز اسمه جهاز ارنولد، بعقم فيه البيئات التي تتأثر بارتفاع درجة الحرارة اكتر من 100، زي بيئات ايه، السكريات، لو انا عملتها درجات حرارة اعلى من 100 يحصل لها كرملة، لبن عباد الشمس نفس القصة يتأثر، الجيلاتين بيفقد خصائصه بارتفاع درجات الحرارة. طيب، ايه عملية التعقيم بتتم ازاي؟ عملية التعقيم دي بتتم عن طريق ان انا درجة الحرارة بتبقى عند 100، وبعرض البيئات الغذائية اللي انا احطها او المواد البيئات اللي هيتم تعقيمها بدرجة الحرارة ديت لمدة 20 دقيقة، لمدة 3 أيام متتالية. ليه 3 أيام متتالية؟ في اليوم الأولاني أنا عقمت، بعد ما عقمت على 100 لمدة 20 دقيقة، بترك البيئات الغذائية لمدة 24 ساعة، اللي هو اليوم الأولاني. ليه؟ الهدف منها إن الأول مرة دي بيحصل قتل لجميع الخلايا الخضرية، وفي نفس الوقت بيحدث انبات للجراثيم، الجراثيم اللي موجودة مش هتموت، فتاني يوم تبدأ ان هي تنبت تنمو وتديني خلايا خضرية، تمام. فانا اروح تاني يوم بقى معقمة تاني، تمام، برضو على 20 لمدة 20 دقيقة على 100 درجة مئوية، فبقتل الخلايا الخضرية الجديدة اللي كونت. تالت يوم ده بيكون عشان التأكد تماما من ان جميع الخلايا الخضرية اللي تم استنباتها قتلت، برضو بعقم برضو على نفس درجة الحرارة ونفس الوقت، وده للتأكد تماما من القضاء على كل الميكروبات الموجودة في البيئة، وفي نفس الوقت لا يحدث لها تغيير لخصائصها. طيب، تالت طريقة في طرق التعقيم الرطب اللي هو التعقيم بالبخار ده تحت الضغط، وده بيتم فيه جهاز اسمه الأوتوكليف، وبنعقم فيه ايه، نعقم فيه البيئات التي لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة أكتر من 100، بنعقم فيه ونعدم فيه المزارع الممرضة للميكروبات الممرضة بعد استخدامها أو حين الانتهاء منها، ما نقدرش نسيبها كده أو نتخلص منها كده، لازم بيحصل لها عدم بعد انتهاء التجربة. بنعدمها فين؟ بنعدمها في الأوتوكلاف، زي ما بنعقم بنعدم فيه، نعدم يعني بنقتل. طبعا الأوتوكلاف يعتبر أفضل طرق التعقيم، بس ده على حسب المواد والأشياء اللي أنا عايزة أعقمها في الأوتوكلاف، تمام، مش أي حاجة برضو تنفع زي ما قلنا قبل كده. ففي فاكتورز عندي أو باراميترز لما باجي أستخدم الأوتوكلاف، إيه هي؟ 3 باراميترز اللي هما الوقت والحرارة والبخار، 3، التايم والتمبريتشر والبخار اللي طالع عندي under pressure، مش بخار بس، بخار تحت ضغط. طيب، زي ما قلت قبل كده ان التعقيم بالاوتوكلاف يعد من احسن وسائل التعقيم. ليه؟ لان هو ولكن احسن وسائل التعقيم لان هو بيتخلص لي من الجراثيم اللي موجودة في اي مواد انا بعقمها، سواء في بيئات او بعد المزارع، او بتخلص من بكتيريا مبرضة، او كل حاجة انا بستخدمها في الاوتوكلاف بتقضي لي على السبورز او الجراثيم اللي موجودة فيها. طيب، ده جهاز الأوتوكلاف، وده فيه منه
بيكون horizontal يعني أفقي، وفي منه بيكون vertical رأسي، على حسب كل واحد متاح لي جهاز الاوتوكلاف او الموجود عنده بيبقى شكله ايه. افقي يعني اللي هو افقي افقي كده في الطول زي ده كده، ورأسي يعني واقف كده. هنلاقي عندنا في بعض الحاجات عايزة اوريها لكم هنا في الصورة، بيبقى فيه رف معدني داخلي، ده بنحط عليه الادوات المراد تعقيمها سواء بيئات او اي المواد اللي المراد تعقيمها داخل الاوتوكلاف. طيب تحت الرف ده بيبقى فيه السخانات، وبيبقى فيه منسوب المية اللي لازم انا بحط منسوب مية معين، وبيبقى فيه السخان تمام. وبيبقى فيه عندي ثيرموميتر ده بيوضح درجة الحرارة، وبيبقى عندي فيه مانوميتر بيوضح لي الضغط، وبيبقى فيه عندي صمام صمام لخروج البخار، بيخرج منه الهواء والبخار تمام. دول اهم حاجة انتوا، وده طبعا الغطاء بتاع الخاص بالاوتوكلاف. طيب دلوقتي انا حطيت الادوات بتاعتي زي ما قلت لكم، بيبقى فيه رف بنحط المية الاول لحد منسوب معين بيبقى فيه علامة، بعد كده بعد المنسوب المعين ده بنضع الادوات، وبعد كده بنغلق الغطاء تماما، بتأكد ان انا اغلقته من فوق، وبتأكد مع الاغلاق ان انا المحبس بتاع الخروج الخاص بخروج الهواء والبخار مفتوح. طيب مع غلق المحبس تمام، في هنا درجات حرارة، بيحصل ارتفاع للضغط نتيجة البخار اللي موجود، وبيحدث ارتفاع لدرجة الحرارة. هنلاقي هنا دي طبعا درجات مختلفة من الحرارة، ومدة التعقيم بتختلف على حسب اختلاف الضغط. فمثلا هنا لو عندنا درجة ضغط واحد ضغط جوي، بتبقى درجة الحرارة 121، على مدة التعقيم بتكون 15 لـ20 دقيقة. لو زودنا في الضغط شوية 1.5 هنلاقي درجة الحرارة بتزيد 127، وهنلاقي مدة التعقيم بتقل 5 دقايق. لو 2 ضغط جوي هتبقى درجة الحرارة 133، مدة التعقيم 2 لـ3 دقايق. زي ما قلت قبل كده ان مع ارتفاع درجة الحرارة عملية عكسية مع مدة التعقيم، ترتفع هتقل مدة التعقيم. طيب ايه هي المواد اللي انا ممكن اعقمها داخل الاوتوكلاف؟ اولا بعقم زي ما قلنا قبل كده البيئات التي لا تتأثر بارتفاع درجة الحرارة اكتر من 100. بعقم الانابيب، بعقم المرشحات اللي هنتكلم عليها بعد كده، دي ممكن برضو اعقمها في الاوتوكلاف. بعقم الادوات زي ما انتم شايفين الادوات الطبيه المستخدمه دي ممكن تعقم طبعا في، وبالتاكيد يعني بتعقم في الاوتوكلاف. الشاش، القطن، البلطو لو انا عايزه اعقمه، كل دي ادوات يمكن تعقمها في الاوتوكلاف. المزارع الميكروبيه لو هي اللي بكتيريا ممرضه وانا هعمل لها عايزه اتخلص منها، ما ينفعش بسرعة أغسلها كده من غير ما أموت البكتيريا اللي موجودة فيها أو الميكروبات اللي موجودة فيها، فبعدمها برضو في الأوتوكلاف. طيب في إرشادات لما أجي أستخدم أوتوكلاف، في إرشادات. أول حاجة إن أنا بتأكد لازم من وجود مية موجودة في الأوتوكلاف لحد المستوى المطلوب زي ما قلت قبل كده. بتأكد تماما إن أنا أغلقت الغطاء او الاحكام التام للباب بتاع او الباب الخاص بالاوتوكلاف تمام. بتأكد كمان حاجة تانية ان المحبس اللي بيخرج منه الهواء او البخار ده بيكون مفتوح مش مغلق، وده عشان انا ده هيجرنا للنقطة اللي بعد كده اللي هي ان انا ما بقفلش المحبس. ليه ما بقفلش المحبس؟ لان انا ما بقفلوش الا بعد ما يظهر عندي تيار منتظم من البخار،
تمام، تيار منتظم من البخار. ابدأ بعدها ان انا اغلق المحبس، لان انا لو ما انتظرتش التيار ده منتظم من البخار هيبقى فيه هواء زيادة موجود عندي في الاوتوكلاف، ده لما اجي انا اقفل المحبس هيؤدي الى وجود ضغط بدون ما يقابله من درجة حرارة، فبالتالي بيحدث فشل في عملية التعقيم. طيب تاني حاجة ان نعملها ان انا ما بفتحش الاوتوكلاف مباشرة الا لما يعني بعد ما اقفله اروح فتحاه، غلط طبعا. لازم اول ما توصل درجة الحرارة الى الصفر. ليه؟ لان انا لو عملت كده ممكن طبعا اختلاف ضغط خارج وداخل الاوتوكلاف هيؤدي الى فوران البيئة، وهتلمس هيحدث تلامس مع الفوران ده للسدادات القطنية ويحدث تلوث وفشل عملية التعقيم اللي انا كنت بقوم بيها. طيب اخر حاجة ان انا ما بحسبش مدة التعقيم زي ما قلنا قبل كده الا ابتداء من الوصول لدرجة الحرارة المطلوبة. طيب طريقة اخرى من طرق التعقيم اللي هي التعقيم بالمواد الكيميائية، chemical sterilizations، وده بيكون زي ما قلنا قبل كده عن طريق اما باستخدام الغازات gases او باستخدام liquid مواد سائلة. طيب في بعض المصطلحات زي ما قلت قبل كده اي مصطلح موجود عندكم انتم مطالبين بيه. عندنا المواد القاتلة، في حاجة اسمها اللي هي بنقول عليها جيرميسيدال او بنقول عليها ليثل قاتلة او بنقول عليها ديسانفكتنت، مواد قاتلة. المواد القاتلة ديت تقضي تماما على الخلايا الحضارية وبعضها لا يقتل الجراثيم، زي ايه؟ زي الكحولات، فينولات، كريزول، الاملاح، المعادن الثقيلة اللي هي زي الزئبق والنحاس والفضة، القلويدات والأحماض المعدنية والفيلونات. طيب هنيجي برضو نقول ازاي بيأثر السايت اوف اكشن، بيأثر ازاي؟ اول حاجة نتكلم على الكحولات. الكحول طبعا احنا بنستخدمه بنسبة 70%، لو استخدمناه اكتر من كده او اقل من كده مش هيديني نفس الإفكت. هي دي النسبة الملائمة اللي بنستخدمها، 70% عشان تعمل قتل للخلايا الحضارية. طيب ايه المود اوف اكشن بتاع القتل بتاعها؟ بيكون ازاي؟ ان هي بتعمل ديهايدريشن، تعمل جفاف للخلايا، وتاني حاجة بتعمل تخثر، بتعمل تخثر للبروتين. طيب تاني حاجة هنتكلم عنها الفينولات، وديت الكحولات الأول ما قلتش بنستخدمها في ايه، بنستخدمها في تطهير الجروح، ممكن نستخدمها على الجلد، يعني يمكن استخدامها برضو للأسطح، ولكن بتستخدم في تطهير الجروح وتستخدم على جلد الإنسان. طيب الفينولات بتستخدم في تطهير الأسطح، برضو تستخدم في تطهير الأرضيات. تمام، المود اوف اكشن بتاعتها ايه او بتأثر ازاي؟ ان هي برضو بتعمل عن طريق ان هي بتعمل ديناتوريشن او تخثر للبروتين. طيب في عندنا كمان اللي هو كلوريد الزئبق، أملاح المعادن الثقيلة، طبعا ده يستخدم في تعقيم يعني أثناء الشغل في المعمل كده بيستخدم في تعقيم الأجزاء النباتية، البذور، الأسطح، ولكن لا يستخدم في تعقيم، ما لا يتم تعقيم الجلد ولا الجروح به، أو لا يستخدم تماما على سطح الجلد للإنسان أو الحيوانات، لأن الزئبق بيعتبر سام جدا. المود اوف اكشن بتاعته ان هو بتتفاعل الايونات الزئبق اللي موجوده بتتفاعل مع المجاميع السلفا هيدرال اللي موجوده
في بعض الانزيمات وبتعمل لها ان اكتيفيشن، تصبح تحولها الى صورة غير نشطة. طيب في مصطلح تاني اللي هو بكتيريوستاتكس، ودي مواد تعيق النمو، وديت معناها ايه؟ هي مواد بتوقف نمو وتكاثر الميكروبات ولا تؤدي الى قتلها، مثل مركبات ايه؟ زي مركبات الألفا. طيب في مصطلح اخر اللي هو بريزيرفاتيفز، مواد حافظة. مواد الحافظة ديت ايضا تعيق النمو ولا تؤدي الى القتل. تستخدم فين؟ تستخدم في حفظ المواد الغذائية زي بنزوات الصوديوم. طيب في عندنا المواد المطهرة اللي هي انتيسيبتكس، دي بتعيق نمو بعض الميكروبات وتقتل البعض الآخر. تستخدم على حسب، تستخدم لتطهير الجلد والجروح زي البوريك والخليك والسلسلك والكلور بتركيزات طبعا، واليود بتركيزات، وكحول الإيثانول 70% زي ما قلنا قبل كده. طريقة أخرى من طرق التعقيم اللي هنتكلم عنها اللي هي الترشيح أو الفلتريشن ميثود. طيب إيه هي؟ برضو هنرجع نقول إيه الأدوات اللي أنا ممكن أعقمها بالطريقة ديت. في الحالة ديت أنا بعقم مواد سائلة عشان تمر خلال الراشح، مش معقولة أجيب حاجة جامدة وأعقمها وأمررها داخل الراشح، دي أول حاجة. تاني حاجة السوائل اللي هي إيه؟ تتأثر بارتفاع شديدة الحساسية لارتفاع درجات الحرارة، زي مين؟ زي السكريات، السيروم، الإنزيمات، التوكسينات، بعض الدهون تتأثر بارتفاع درجات الحرارة. طيب الطريقة دي بيمر فيها السائل خلال المرشحات وبتعمل على حجز الميكروبات على سطحها. الأساس فيها إن هي أو آلية العمل فيها إن هي بتعتمد على حاجتين: الشحنات الكهربية اللي بيحملها المرشح والميكروبات، وإن بتعمل ادمصاص للخلايا البكتيرية على الأسطح الخاصة بالمرشحات فتمنع مرورها. زي ما انتم شايفين في الصورة اهوت، ديت البكتيريا أو الميكروبات المراد عليها. بمرر السائل في خلال المرشح، بكون حطاه بينزل وببقى موصلة هنا، بيبقى فيه لصقة زي ما انتم شايفينها تحت كده متوصلة ببمب بتسحب، تعمل سحب هواء، فمع سحب الهواء بتعمل سحب للسائل إلى أسفل، فبينزل عندي السائل هنا بيكون معقم. طيب هنا في الصورة أو في الشريحة دي بنقول types of filters، أنواع المرشحات. في عندنا زي ما انتم شايفين 5 أنواع: زايتس وبيركفيلد وتشامبرلاند وستاندرد جلاس فلترز وممبرين فلترز، هنشوفهم دلوقتي بالتفصيل. مرشح زايتس، وده زي ما انتم شايفين بيبقى معدني وهتشوفوه في المعمل، بيبقى مصنوع من مادة الأسبستوس، تبقى قرص كده مصنوع من مادة الأسبستوس موجود جوه ومعدني، وبيتوصل زي ما انتم شايفين على فلاسكة كده، والجزء ده اللي بيتوصل بالمضخة أو البمب. في عندنا بعد كده المرشحات التانية، عندنا مرشح تشامبرلاند، وده بيبقى مكون من خزف صيني. في عندنا مرشح تاني اللي هو بيركفيلد، وده متكون من مصنوع من أغلفة الدايتومز، وده نوع من أنواع الطحالب. في بعد كده مرشحات اللي هي الممبرين فلتر أو ورقية، زي ما انتوا شايفين بتبقى مصنوعة من السليولوز. كل طبعا المرشحات اللي انتوا شايفينها دي في منها المسام بتاعتها اللي موجودة، في مسام بأحجام وأقطار مختلفة. وعندنا طبعا ده الممبرين فلتر برضو نوع من أنواع، بيبقى موجود كده هوت زي ما انتوا شايفينه، وبنوصل الجزء ده بالسرنجة او الحقنة، بنبقى ساحبين فيها العينة المراد تعقيمها، وبروح ممرراها بعد كده بوصلها بالجزء ده وبنمررها في الفلتر ده اللي هو بيعتبر ممبرين فلتر، والجزء التاني بينزل لي طبعا من الجزء التاني اللي تحت ده بيبقى مرشح السائل المراد ترشيحه.
هنا طبعا ده سنترد جلاس، وده بيبقى مصنوع من الياف زجاجيه مضغوطه ومثبته في قمع زجاجي زي ما انتم شايفين كده اهو. نفس الفكره برضو بنمرر السائل فيه، وبيبقى موصل بجزء اخر لسحب العينه اللي هو البامب، بيبقى هنا موجود في القمع في الفلاسكه تحت، او موجود في القمع زي كده. طيب نتكلم على نوع اخر من انواع التعقيم، اللي هو التعقيم بالأشعة radiation. تعقيم الأشعة فيه عندنا زي ما قلنا قبل كده منه نوعين، non-ionizing اللي هي غير متأينة، و-ionizing متأينة. طيب non-ionizing اللي بتتميز ب low energy، يعني انخفاض في الطاقة، في طاقة الأشعة بتاعتها والخاصة بيها، و تعتبر ضعيفة في الاختراق. نيجي للأيونايزنج، تعتبر هاي انرجي يعني طاقة عالية للأشعة بتاعتها والخاصة بيها، وتعتبر لها قدرة جيدة على اختراق المواد. تمام. طيب النون أيونايزنج دي زي الانفراريد اللي هي الأشعة تحت الحمراء، والالترا فايلوت اللي هي الأشعة فوق البنفسجية. الانفراريد تتميز ان طول الموجات بتاعتها بيكون اكبر من 7900 انجستروم، وبتعطي حرارة تصل الى 180، ودي بيكون القتل بتاعها عن طريق الحرارة. الالترا فايلوت اللي هي الأشعة فوق البنفسجية ذات طول موج 260 ل 270 نانومتر. في عندنا الايونايزنج بقى اللي هي تحتها الاكس راي والجاما ريز، ودول بيتميزوا ان الاشعه هنا بتكون ذات موجات قصيره، لكنها لها قدره عاليه زي ما قلنا قبل كده على اختراق الاجسام الصلبه. طيب هنيجي نرجع نقول برضو تاني المود اوف اكشن بيكون ازاي للراديشن عموما. بيكون اما عن طريق ان بيعمل دامج، تلف للدي ان ايه، تمام، او ان هو بيعمل ميوتيشن، طفرات نتيجة التغييرات اللي بيعملها في الجهاز الوراثي الخاص بالميكروبات، او ان هو بيعمل سبستيوشن او في ترتيب القواعد اللي موجودة عندنا في تركيب الدي ان ايه على حسب نوع الميكروبات. طيب انا بستخدم طريقة التعقيم ديت في ايه؟ بستخدم طريقة التعقيم يعني بعقم اماكن زي غرف العمليات، الاماكن العنابر اللي بيتم فيها تعبئة الادوية، العنابر ايضا او الاماكن اللي بيتم فيها الصناعات الغذائية وصناعات الالبان، غرف التلقيح والعزل في المعامل بتاع الخاصة بالميكروبيولوجي. بعقم كمان الأدوات البلاستيكية اللي ممكن تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، أو إن أنا بخشى عليها من ارتفاع درجة الحرارة ممكن أعقمها باليوفي. طبعا النهاردة اتكلمنا عن طرق التعقيم المختلفة، أتمنى إن انتوا تكونوا استفدتوا. لو في أي أسئلة ممكن تكتبوها في كومنتات تحت الفيديو أو في السكاشن العملية، مفيش مشكلة. وشكرا على حسن استماعكم.